السلام عليكم. اليوم حلقة جديدة أو درس جديد من سلسلة مصطلحات vocabulaire. اليوم غادي نهضروا على أو غادي نتكلموا على الألوان بالفرنسية. Les couleurs en français. أول لون غادي نبداو به بيض، أبيض، blanc, 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 aswad, noir, noir, noir. أحمر، روج، 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 أزرق، بلو، بلو، بلو. أصفر، جون، 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 بنفسجي. هنا الكلمة ديال أو اللون البنفسجي عنده جوج الأسماء بالفرنسية. نقدروا نقولوا، يمكن نقولوا موف، 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 أو يمكن نقولوا فيولي، فيولي، فيولي. Mauve, violet. Mauve, violet. Portugali, orange. 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 Orange, orange, ramedi, gris, gris, gris. أخضر، vert، vert، vert. بني، marron، marron، marron. بني، بالدارجة المغربية كنقولو قهوي، جاي من القهوة. في الأخير بغيت نشكركم على التتبع ديالكم لهاد الحلقة. نتمنى أنها تكون نالت الإعجاب ديالكم. ما تنساوش تشجعوا القناة باش وتشاركوها مع الناس، الأصدقاء، المعارف ديالكم، العائلة ديالكم، باش أكبر عدد من الناس يستافدوا. ضغط على من فضلك على هذاك أو ضغطي سمحوا لي، يعني ديال المشكل ديال كتكلم بصفة المذكر دائما. دونك ضغطوا، الله يخليكم، على زر ديال سبسكرايب أو
سابوني او بالعربيه اشتراك، هو كيكون احمر الا وركتي عليه غادي يولي ابيض او رمادي، وحداه واحد الجرس حتى هو وركو عليه او ضغطوا عليه هذاك الجرس تيوليو فيه دوك جوج شريطات الفوق، باش هذاك الجرس كيساعدك انك تبقى تستلم او توصل باي فيديو جديد درتو كيجيك الاشعار ديالو يعني كيقول لك راه دار واحد الفيديو جديد باش تقدر تفرج فيه، وتقدر دير هذاك الاسبوع تبارك عليه ديال لايك وديال جيم وتشتر تبارطاجيو هاد القناة هكا تعم الفائدة. والله يخليكم، كنتمنى انه في التعاليق ديالكم تخليوا لي ملاحظات على هاد الدروس اللي شفتوهم، على طريقة الإلقاء، على السرعة في الإلقاء، واش السرعة جيدة مزيانة ولا سريعة كنزرب او لا تقيلة بزاف. اعطوني ملاحظات ديالكم والاقتراحات ديالكم او طلبات بالنسبة للدروس القادمة اللي تبغيوني نطرحها في القناة. خليتكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.